بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معكم شرح 3D موديلنج أوتوكاد، وهنكمل مع بعض شرح سوليد إيديتنج، وهتكلم عن أمرين اللي هو سلايس وثيكن. أول أمر عندي سلايس، عندي زي ما شايفين أنا رسمة كون ورسمة بوكس. الكون هنا أنا رسمت خط في النص زي ما احنا شايفين كده 3D بولي لاين، وأنا عايزة أقسم الكون ده عن طريق الخط ده. أعمل إيه؟ هروح على سلايس من هنا واجي اختار الكون وادوس بيمين ماوس انتر، هيجي لي هنا عده اختيارات. انا هختار اول واحده اللي هي بلانر اوبجكت، تمام، واجي اختار الاوبجكت اللي هو الخط اللي انا رسمه. هنا ممكن ان انا اختار الاثنين اللي انا قسمتهم او ان انا بختار واحد بس. طيب انا الاول هقول له بيمين الماوس انتر، وبعدين هوريكم ازاي ان هو قسمه اهو بالشكل ده كده، يبقى هو قسمهولي اتنين. طيب هنيجي على البوكس ده، وهاجي ارسم لاين من الميد بوينت ده للميد بوينت ده، تمام، وادوس بيمين الماوس انتر، واجي اقول له اكسترود للخط ده هيبقى سيرفيس، واجي ارفعه اي رفع بالشكل ده كده. وانا عايزه اعمل سلايس عن طريق السيرفيس ده، هاجي اقول له سلايس واختار البوكس، وبعدين ادوس بيمين الماوس، وبعدين اختار هنا سيرفيس واختار السيرفيس اللي عندي، او ان انا اختار الجزء اللي انا عايزاه. فانا هدوس على الجزء ده كده، ده اللي انا عايزاه ومش عايزه التاني، شايفين، فاختار لي ده، يبقى هو قسمه لي كده نصين، واخترت الجزء اللي انا عايزاه ما اخترتش الجزئين اللي اتقسموا. يبقى ده امر سلايز. هاجي ارسم السي بي لاين بالشكل ده كده اهو، وبعدين اعمل له اكسترود. طبعا لما اجي اعمل له اكسترود هيبقى سيرفيس زي ما احنا شايفين كده اهو. طيب انا عايزه اعمل سيكنس للسيرفيس ده، اعمل له سيكنس عن طريق ايه؟ عن طريق امر ثيكن اللي هو هنا، تمام، بدوس عليه بالشكل ده كده، وبعدين بدوس على السيرفيس، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، واقول له مثلا اعمله لي 10، بدوس انتر زي ما احنا شايفين، عمل لي سمك ليه، يبقى هو بيعمل سمك ليه السيرفيس كده. انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.